الاحتلال مدرسة جديدة، مدرسة مصطفى حافظ غرب مدينة غزة. هذه المدرسة رقم 8 في الاستهدافات منذ تقريبا قرابة الشهر، وللأسف نتحدث عن قرابة 10 شهداء في هذا الاستهداف. للأسف عائلات كانت متواجدة في هذا المكان. مدرسة تأوي قرابة 700 مواطن نزحوا بعد الاستهدافات لمنازلهم. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.